مين؟ قوم نعيمان. شو قصتك حدا شو فيه؟ أنا لحلك شو القصة يا قول ابحر لك والله لربيك يا واطي. حنا حنا أهلين واصف، شو من زمان لاحقني؟ مرقت عليك ما لقيتك، خير في شي؟ لمحت الطيف ما ميزته، لحقته بس ضيعته. ايه بيكون عم يتهيأ لك، بدك دور معك؟ كتر خيرك واصيف، تيسر انت تيسر. طيب ما بدك تعرف ليش مرقت عليك؟ يعني ليش؟ بدك تحكي لي شي قصة من قصصك انت وحمدي. كيف عرفت؟ بيكون قال لك ابو مأمون. شو بدي يقول لي ابو مأمون؟ القصة اللي حكي له اياها حمدي. قصة شو؟ والله ضليت ساعة اترجى فيه وما كان يخبرني، انا قلت بيكون خبرك اياها الك. واصيف لا تجنني، اذا في حكي بدك تحكيه احكيه وخلصني، انا ماني فاضي لسيرك انت وحمدي. لك روق حنا روق، بتكون شي نكتة بتضحك يعني، انا قلت بيكون خبرك اياها ابو مأمون والبكرة بنسمعها منه. يلا بالاذن. اهلين. صحة وهنا. ما جاوبني أبو مأمون. الله يسامحك يا حنا، أنا متغير عليك. ليش لحتى أتغير عليك؟ من يوم قصتي مع هداك الحرامي وأنت عم تسمعني حكي، شي بتسألني إذا صايرة معي من قبل، شي بتسألني عن قتل الرجال. عم ناخذ ونعطي بالحكي. قول حنا صحة وهنا. ما بدي أتسمع. بدك تحكي لي شو قال لك حمدي؟ حمدي كل يوم عنده قصة. شو حكى لك عني؟ أخي شو بدي أحكي لي عنك؟ برحمة أبوك وأمك شو حكالك؟ يا زلمي والله العظيم حلفتك أبو مأمون. أخي مين بيسمع لحمدي؟ أنت سمعت له وما بدك تحكي وأنا حلفتك. وهو كمان حلفني. أنا ما بدي روح أحكي مع حمدي لأني ماني شايله من أرضه، فبقى أحكي لي أحسن ما روح طالعها منه غصب عنه. يا ابن الحلال مش مستاهلة. شو حكالك عني أبو مأمون؟ خبرني إنك قاتل حدا بزمانك. هاي هي وانك دخلت عابو راغب وهو حماك وما قال لك مين قتلت؟ لهون وبس. بدك تحكي ولا روح طالع له نيعه؟ توعدني ما تعمل شيء؟ وعد احكي. حليف. خلصنا ابو مأمون. حليف ولا ما بحكي. ايه ما بدي حلفان، وستين عمرك حكيت ولا ما حكيت. حنا لك حنا 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 روح حنا طول بالك ابو مأمون. حل عني انت ما دخلك. طول بالك يا ابن الحلال. ولا حمدي يا حنا لا حمدي. شو فيه؟ قوم عمي قوم نعيمان. شو قصتك حنا شو فيه؟ انا لحلك شو القصه يا قول ابحر لك والله لربيك يا واطي. والله لربيك يا واطي. هيا حنا انت واهل الحارة على العين والراس يا ابو صالح، وانا ما بدي حدا يحكي بصلحة او غير صلحة حتى يرجع راغب، وهذا الواطي اذا شفته بدي اذبحه. هيدا منه حكي يا حنا. لك كان اتركه يحكي علي بالعاطل اللي فيه مسلي تنغزه يا حنا. كيف؟ عود لكمل حكي. عود حنا اللي فيه مسلي بتنغزه وانت ما فيك ولا شوكي، صح كلامي ولا لا؟ لوين بدك توصل ابو صالح؟ يعني حمدي بالحاره معروف بحكايته لتلات، هالمره زود شوي واكل نصيبه. الله يرضى عليك انت روقها شوي، يعني ما تخلي الناس تحكي بالطالع والنازل بهالسيره ويبلشوا يقولوا ما في دخان بلا نار. عم تفهم علي يا حنا؟ لا دخان ولا نار ابو صالح. انت عيني لا دخان ولا نار، بس روقها. يلا جاي. لك الله وكيلك ما حكيت له شيء، هو كان عرفان انك حكي عليه قبل ما افتح تمي بكلمه. حقك علي يا حمدي، بس والله ما حكيت له شيء. عيب الشوم عليك انت. قرب لي شوي المكتبوس. لا بلا نقلها بدك انت. حمدي روقها بقى. شيء قال بدي بوس شوي قلبي. قال لك بدي بوس شوي قلبي. لا الي عين امشي فيهم بين الناس بعد اليوم،
إلي عند. والله حقك علي يا حمدي، بس ما تلومني لحالي. يا عيب الشوم عليك يا فساد أنت. أنا فساد؟ وأكثر كمان. حمدي روابة يه. واصف تيسر على شغلك. والله ما حكيت له شيء. لك تيسر على شغلك عم لك. أمرك عمي صالح، أنت بتمون. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وله عين يحكي كمان. وأنت ما عرفت تزبطها؟ لك كيف بدي زبطها؟ لك حمدي، حمدي حاجة تلوم العالم، أنت جبته لحالك. ولا معلم صالح والله، لو ما معه خمسة، لو ما معه خمسة وفاتوا علي وضربوني كنت كسرته. ليش كان معه خمسة؟ إيه كان معه، بس أنت ما شفتهم، هربوا من الباب التاني. تنفي. قوم قوم يا غول، لعمل لك صحن فول. قوم. سلام حنا. هلا انت كمان ما بدك تحكيني؟ على القليل رد السلام. لا سلام ولا كلام عمي، لا سلام ولا كلام. العفاريت عم تتنطط في خلقتي، فالله يرضى عليك. اتركني بحالي وتيسر على شغلك. بعدين عيب عرجال تنقل حكي مثل الحريم. ولك يا حيف، يا حيف عرجال. الله يسامحك يا واصف، هيدي عملة بتعملها. وما حمدي مش شو بدي احلف لك انه ما كان بدي اذيه. هيدي ما بدها حلفين، شو مفكر لكان حنا رح يمرق له اياها؟ والله بدك تزبط لنا اياها معلم توفيق. روق هلا، خليها تهدى بين حنا وحمدي وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل من شانك. الله يخلينا اياك معلم توفيق، بس انا كذبت شي؟ حمدي حكى عنه للزلمه ولا لا؟ بيني وبينك حمدي بيستاهلها، بس انت كنت لازم تضب لسانك. ايه؟ طيب غلطنا. والله ما عم تنبلع معي. لك حمدي ما عم تنبلع معي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي روح شوي شي. لك أحزن، لك أحزن. لك أنا صاحبه للويلة، آكل قتلي وأتبهدل قدام العالم. بدك تطول بالك ليرجع راغب. لك راغب لينزع يمكن بعد شهر يمكن أكثر كمان. أخي ما قال لك وين رايح؟ قال لي ما رح قال لك وين. نورنا. وأنت كيف رح قال لك؟ لأنه كل ما هو شغلة بيعملوا لي منه قصة. لك اتركوني. اتركوا ابو معمون، خد موسك وبوجك لعند حنا وخد حقك بايدك، بس اذا علم عليك او قتلك ما حدا له عليه شيء. ولو عم عدلي بدل ما تدافع عني وتحميني بهين عليك اتبهدلك بهدله من ايدك. ولك اشكر ربك يا حمدي انه لحقناك قبل ما يوصل ويقطع لك لسانك. فصل الله لا يوفقوا على قتلي. بدنا ننطر راغب ليرجع بالسلامة ونحكي معه بموضوع حنا، لأنه ما في دخان بدون نار. يعني خلص ما بقتله؟ لا بدي أشكي للوالي. لو ما في شي ما كان هيج هالهوجي. بس على حد علمي إنه حمدي شلفها شلف مثل العادة. أنت ما صدقته؟ طباعه لحنا بتخلي الواحد يشك فيه. معناتها في شي ولازم نعرفه. سلام يا اوادم. مرحبا عمي ابو صالح. اهلين 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 وصيف، تفضل تفضل. ما لهي احدا بده يجي، تفضل. يا خييني استقبلتك، تفضل اقعد. يا عبدو جيب لنا كاسه شاي لواصف. انت اصيل. حفي لا يعرف مني القصه، ما كنت خبره. بالاخير راح فسد لحنا. خليه يتربى.